جسمع فيك يغوت طق حال الدري صغير بحال الباب خليتي الباب دخلتي عليه كان كيتوضا بغي يدخل يصلي كان كيتوضا صافي عاد لقيته كيغوت بحال الضو هبط الضو كيغوت خصني خصني يخرج كنجري كنلقاه داخل كيضرب فيه بجر ويا ضربو جوج ضربات وحده في قلبو وحده في كرشو هادشي اللي كاين غادرو غادرو وتحرمو غادرو شنو السبب جاي؟ كان مناقش مع عمو انت الزوجه ديالو انا زعما مراته كان مناقش مع عمو شحال هادي وربي قالت عندي 10 سنين وقالت عندي بوا جات على جارنا الله يعمرها دار الله يرحمه وجات المصيبه ما بين عائله وعائله نتمنى من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء يمر بالسلام راه الدري اللي هما عائله وحده الله يجازيكم بخير ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يدوز الله اعلم حنا سمعنا الخبر الجيران ديالنا كاملين خرجوا وهذاك السيد الله يعمرها دار كنقول لك الله يعمرها دار ولد الناس كيوقف مع الناس كيجري بالخير الله يرحمه في هذه العشر ايام الاخرى الله يجعل لي عتقا من النار هو كان كيتوضا وقع عليه هذا الشيء اللي كاين الله يجعله من اهل الجنه نطلبوا الله سبحانه وتعالى يدوزوا فضله والسلام عليكم. كيفاش دايرين هما يعني في الطباع ديالهم؟ الله يعمرها دار عائله كنعرفوها فوق 40 سنه الوليدات ديالهم امهم الله يرحمها وباهم الله يعمرها دار ناس طيبين نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يتقبلوا من يحسبوا من الشهداء ان شاء الله. شحال في العمر ديالهم؟ نحسبوه عند الله من الشهداء نعم سيدي. شحال في العمر ديالهم تقريبا؟ هو تقريبا عنده كذا و50 عام. لا 50 عام جيت 51 سنه 51 سنه قدي قدو الدري الاخر باقي صغير شي لا بحال كاكو ولكن مريض نفسانيا طلبوا الله سبحانه وتعالى الله يدوز كل شيء بخير وعلى خير راه عائله وحده الله يتقبلوا من الشهداء هذا الشيء اللي كنطلبوا ما عرفناش اخويا شنو هو الله يلعن الله انا مرت خوته انايا كنا جالسين تنفطروا كنا جالسين اخويا تنفطروا فطرنا سالينا باقي في الطابله باقي محطوطه تسمعنا الغوت قلت راجلي نوض 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 سربي الزح كاين لتحت الغوت قال لي لا ماشي حنايا قلت لك حنا ما يكون الزح لتحت تيكون عندي الفوق نضنا نجريو حلينا الباب لقينا الغوت مرتو تتغوت ولد خويا ولد لوسي قتل لي راجلي دخلنا لقينا في الطواليت نشبح صافي هزيت لي راسو حطيته هنايا وتنفيق فيه تنقول لي فيق عبد واحد فيق باش ما يغمضش عينيه عنده الدم شويه خارج ليها من فمه من هنايا ما عرفتش اخويا باش انا ما عرفتش انا جيت حدي لقيته هاكو كاينه هزيته حطيته عليها باش الباب ديال الطواليت طيح هزيته قلبناه تكيته وقفته دخلناه لداخل تكيته على رجليا وتنقول لي فيق ما تسدش عينيك فيق ما تسد عينيك تجينا حي هنايا هادشي اخويا اللي عرفت من غير هادشي ما عرفتش هادشي اللي كاين اخويا حنايا حنا ما بيناتهم والو حنا عائله الله عمرها دار ما عمر حسنا تسمع ما عمر شي واحد شير فينا بيديه هادشي ما عرفتش دا تا هو ساكت ما عرفتش كيفاش هاد الدري ما عرفتش انا يا ولدي اش نقول لك ما عرفتش قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا